جنوب من ثلاث مباريات بعد ما كسب زاخو وكسب القاسم. فريق القاسم الآن متعادل مع الديوانية. كرة ملعوبة، جهة رسالة، سدد، هدف، جول! يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، سجل الديوانية هدف. ذكرت قبل قليل يا جماعة هناك هدف، يا جماعة هناك هدف يا الربع في الدقائق العشر القادمة، وسجل الديوانية هدف الأول. سجل الديوانية هدف الأول عن طريق 15 الخطير الخطير فلاح عبد الكريم، هدف مقابل لا شيء لصالح نفط البصرة. وكما ذكرت قبل عشر دقائق بالتمام والكمال هناك هدف يا الربع، هناك هدف وهدف لصالح الديوانية مقابل لا شيء لصالح نفط البصرة اللي كان أفضل. نفط البصرة في الدقائق الماضية كان أفضل، لكن هذا أصبح لا يهم في عالم كرة القدم. الاستحواذ، الأفضلية يجب أن تترجم بهدف، واستقبلها بهذا الشكل، سدد واستغل بعض الشيء تقدم حارس المرمى، لكن ايضا الدفاع يسأل على هذا الهدف، كان قريب حيدر فاق على الكره هذه، وسجل الديوانية هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء عن طريق فلاح عبد الكريم، هدف مقابل لا شيء لفلاح عبد الكريم